أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطائفة المنصورة بأنها ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس؟ قد يكون هذا، نعم يكون، الله أعلم، لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم مكانها، وإنما قد تكون في بيت المقدس، تكون في الشام، تكون في المغرب، جاءنا في الغرب أو في المغرب جاء. المهم أنها ليس لها مكان معين، فكل من تمسك بهذه السنة وناصرها فهم الفرقة الناجية في أي مكان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.